السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ واهلا بيكم في فيديو جديد. بصراحه موضوع غلاء الاسعار ده جه فجاه وما كانش حد متوقع ان ده يحصل، بل بالعكس كنا متوقعين الاجهزه ممكن ترخص، ولكن اللي حصل الاسعار غليت بشكل مرتين. اول مره نظرا لارتفاع الدولار اللي تجاوز 16 جنيه حتى الان. تاني حاجه ال 5% الضريبه. فبصراحه يعني نصيحتي، لو انت الجهاز اللي معاك مريحك ما تفكرش تجيب جديد دلوقتي، لان معظم الاجهزه الجديده دلوقتي سعرها رفع بشكل مهول. عايز اقول لك ان نوت 9 اس النسخه الكبيره سعره زاد ب 1000 جنيه مره واحده. انت عارف يعني 1000 جنيه مره واحده؟ اي جهاز تحت ال 3000 جنيه فده هيزيد من 200 جنيه ل 300 جنيه تقريبا، من فوق ال 3000 جنيه ل 4000 جنيه هيخش في ال 500 او ال 700، من 4000 وانت طالع هيعدي ال 1000 جنيه. فانا شايف ان مفيش داعي انك تفكر تغير جهازك دلوقتي، ده لو انت مرتاح معاه. اما لو انت حابب تغير ومش فارقه معاك زياده الاسعار اللي حصلت دي فاشتري. انا نزلت على البوست او الكوميونيتي، نزلت بوست يعني هناك، وصور مكتوبه فيها اسعار الشركات او اسعار الاجهزه الجديده بعد التسعير من الشركات. خش على المنتدى وتتعرف قائمه الاسعار، او ممكن في اخر الفيديو ده اسيب لكم الليسته الخاصه بكل شركه بعض الاجهزه، ولكن مش كل الاجهزه. انت كل اللي عليك هتحط 5% ضريبه على التليفون اللي انت هتشتريه، بالاضافه ان التجار برضو ما بيرعوش، مش كلهم، معظمهم ما بيرعوش حته الغلاء من الشركات، وكمان هي بتزود بمزاج التجار. فاختم معاك بنصيحه صغيره، لو انت حابب تجيب جهاز وسط غلاء الاسعار يا معلم، روح اي توكيل او روح اي فرع معتمد للشركه اللي انت عايز تجيب منها وهات، لان المحلات العاديه او اللي هي الحاجه اللي مع نفسها بيستغلوا، معظمهم مش كلهم، بيستغلوا نقطة التسعير وبيصار على مزاجه والحج عنده، يا باشا والله الأسعار غلت، وانت في الآخر بتدفع كمشتري. فأنا رأيي لو انت هتجيب هات من أي فرع أفضل، حتى لو في جهاز نازل هاته بالحجز المسبق. وحتة بقى إن الأسعار تنزل ولا لأ، أعتقد ممكن تنزل ولكن على آخر السنة مش دلوقتي خالص. فدي كانت كل حاجة في فيديو النهاردة، حبيت أتكلم معاك عن غلاء الأسعار وهل تشتري دلوقتي ولا لأ، وأسعار الأجهزة ممكن تنزل ولا لأ. اتمنى يكون الفيديو افادك وعجبك وما حزنكش، ولو الفيديو افادك لايك شير سبسكرايب. نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.